تسدد جنبنا. الله. فاتت جنبنا فاتت. لا 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 لا, لا, لا. بالانجلش كنت احسن للاسف. والله بالانجلش احسن. والله بالانجلش احسن. لا حرام حرام. في حد من صحابك يقول لك صوتك حلو وغني وكذا؟ احنا بنضحك وبنهزر بس وقت الجد صوت. صوت ما عندك صوت مثل ما انت الحين مثلا تلبس نظاره لان النظر ضعيف عندك. صوتك ضعيف. يوم ده انت جالك يوم تنسى فيه النوم. لو تقول مظلوم هقولك لوم. ده جالك يوم يوم ليك ويوم عليك. مش كل يوم معك. يوم ليك ويوم عليك والليلة ضع هواك. يوم ده انت جالك يوم تنسى فيه النوم. لو تقول مظلوم ليك. انت عندك دفو واحد غلط لازم تروحي على بيروت. وشكرا. ميرسي يا حياتي. ميرسي ميرسي. مفيش مره تقرب لي تطمني يا ألف. انا عملت اللي عليا صراحه الحمد لله. تعرف شو احنا فقعنا هلا عن جد. انا خايفه بس شوي. لا ما خص الخوف. صوت يعني ضعيف جدا جدا. وماله لو لينا تهنا بعيد وسبنا كل الناس. انا يا حبيبي حاسس بحب كتير ماليني ده الاحساس. ليس عبد الله فادي وزياد اربع اشخاص كانوا عامل اساسي لاطلاق نجوم برنامج سوبر ستار. عند ليس الحياه دائما حلوه. اللي بدك يقول بس ما توقف. اما عبد الله فهو الخيل الكبير عند المشتركين. بعرفك عليه القس عبد الله. فاديه دائما منصف بآراءه. انا بعتقد انه لازم نتركها من دون ما نحكي شي دقيقه تغني حتى تعرف تغني. واخيرا زياد. هو شو تعرفوا زياد دغري غني بروس. لجنه حكم سوبر ستار بنشوفهم دائما عم يعطوا نصايح. لازم لك تمرين كثير حبيبي. عم بيحطموا احلام. صوتك ما بيصور او عم يعطوا فرصة. اخر فرصة لك. بس اللي ما بتعرفوه هو شو بصير بغياب المشتركين وراء الكواليس. هتصورني؟ والله بعرف انك بتصور بس ما تحط. مزبوط. شرفك حصولي هو على الكاميرا. وين التانيين؟ بعد اني شهر بدي فيه مثل بعضهم اني كيفهم؟ اسمك يا حلوة. اسمك ريت الاسلام لك. اسمك شو اسمك؟ تحيا العروبة للشعب العربي. لما يكون واحد عم نعطيه شانس ونبلش نتمسخر عليه على سما نسمعه. انا ال 30 سنه بهالمهنه اذا سمعت حالك تمسخر علي بطل عليك. كثير مهمه حطيها. مشيت عرفت خلص كنت اخذي غفله. هاي غالي يا هي الاجواء ورا الكواليس. ضحك وغنى ومشاعر. حال الهوى احوى كل يوم بيجيك بحال والصبر مهما طال. من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا اللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا اللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا. بتسأل ليه بتسأل ليه ليه نسمع في يحكي معنا شو. من ايدي كل اللي جرالي وادفع تمن الغلطة هاد والندم خدا مني ليالي ليالي ليالي. وائل انت انت جيت يعني من ليبيا تعذبت وجيت عذبناك. ما تتأثري بالمجاملة او بالآه اللي حدا بيقلك اياها. ممكن حدا حمار يقول لك اه هو ما عرفت كيف ما يكون بيعرف يعني. هلا الله سترك انه الاه طبعا طلعت مزبوطة يعني موفق على بيروت ان شاء الله. لا تواخذنا بنشوفك ببيروت. مش حاسس انك انت طالع بفرحة اني رايح على بيروت؟ عاوزني اعمل ايه ارقص؟
انا مش بتاعت الكلام ده, انا كنت كل عمري جامده. مبروك عيط يا عم عيط. انا بعشقك انا. احنا في دبي في الاي يو دي, في اصوات جميله, في اصوات غريبه, في بصوا بلاش كلام كتير, اسمعوا الموجود. وما تسيبنيش لو حتى ثواني يا جماعه بليز. طب اقفلوا عينيكم بس عشان هو بيتكسر. يا جماعه طب سوري, كل حد بس يبص ده لفوا 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 قدام, بص الحيط لفوا. اوكي اهو محدش باصصلك دلوقتي. اوكي دلوقتي لازم تسمعوا يغني مش كده؟ موعوده دايما بالجراح, موعود يا قلبي. هم اللي هيضربوك مش انا دلوقتي. واحنا بنعمل تصفيات دبي جت تلميذة من الاي دي تقدم, بس المشكلة ان ما جاتش لوحدها, جت هي والشلة كلها بتاعتها. انتوا خمس بنانيت جايين, بس واحدة منكم بس اللي هتغني. ها ممكن ترفع ايديها؟ ايوه. صوتها عامل ايه؟ مره حلو, صوتها اصلا حلو, اكتر شيء عجبني فيه بحها, يعجبني صوتها وايد. عندي صوت حلو وعندي موهبه. سامعين انا اشوف بعد الاعلان يمكن شهد تنزل على بيروت مع اصحابها, ويمكن لا, الحلم قرب يتحقق والاصحاب ناطرين النتيجه, وانتو كمان خليكم معنا.